Me voy guardando ahí, no sé. أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو استاد المباراة، استاد الميستايا، استاد الخفافيش. كل آخر أسبوع الليغا ستحسم في آخر المعارك. ياكس فالنتيا، أيضا جوردي، برشا أسماء كبيرة لعبوا في برشلونة. من فالنتيا أشهرهم جوردي ألبا، وقبلهم طبعا المرة يرتكب خطأ الدفاع خطيرة جدا، والحارس تير شتيغن. كورة على تير شتيغن الأولى كانت من اللاعب صاد الارقام. كره من فاتي، ما يشوتش الكره، فرصه كبيره وهربت الكره للسوبر فرانكي. ضاعت الكره لفرانك ديونغ، كره هي الاقرب للتهديف من الجانب الكتالوني. دفاع من فالنتيا يتصدى، يغطي ويغلف على الكره جابرييل باوليستا البرازيلي، وضربه مرمى. كره ترجع للحارس، هو يمشي قدام يسجل، يخلي مساحات. ديمبلي يفكك المنظومة الدفاعية لفالنتيا، لو يعطي باس توم دييغو أرماندو مارادونا جاب كل شيء. خطيرة الدفاع والحارس مامار دافيتش تشفي، ترجع الكرة بالراس أرماندو مارادونا. يوم نابولي ضرب ساسولو بالأربعة. يالبا جوردي في خطأ لبرشلونة، سداف ورا بعضهم تاع الجمعية ويسجلها هو. هذه خطيرة والرايح حلوة، ولكن التغطية موجودة. بصدره يتقدم وفي خطأ لبرشلونة. يدخل قوي من رقم 20 من اللاعب الفرنسي فولكي، تستمتع لما تفرش فيه. خطيره جدا الجول، 1-0 يضيع على انسو فاتي. خطيره المباغته في ظهر الدفاع، كره ممتازه لابيل والانطلاق في ظهر الدفاع عن طريق انسو فاتي، ولكن العملاق مامار داشفيلي يمنع اولى اهداف المباراه والساره لفريق كوره. الكروس ممكن، الضربه خطيره لاشتاغان، كوره وليفا جول وليفا جول، وتبشكور ليفاندوفسكي. فالنتيا تاريخ من اول ويلعب كوره في الاتاك. باهي من ديمبلي، ولكن الدفاع التوزيعه جدا الامكانيه ليفاندوفسكي. انسو فاتي والهدف الاول، ولكن اوف سايد. تسلل تسلل انسو، تسلل فالنتيا في الاول طالب لمسه يد الفم ديمبلي. البارسا يضغط شويه يجيب الجول، وكوره يحط الكوره على طريق جوردي. جوردي من لاكش، وسوفاتي سيعوض هذه بكوره، العب له كوره هجوميا ومشكله في الدفاع، وبالتالي الفريق كانوا يمشي بالكوره عن طريق ديمبلي. ديمبلي رايد الكوره لراسيه ليفاندوفسكي، لراسيه ليفاندوفسكي، ولكن جات الراسيه، جات راسيه فاتي والكوره في طريق اللاعب انس بدري. ديونغ، ديونغ يشوط كرة، ديونغ وكرة أخرى خطيرة للبارسا. هو فاتي يلعب الكرة، أبو الريا ويخرج شتاغان. كرة من تير، كرة من الألماني تير شتاغان في مواصلة جاي الجول. فاتي شات الكرة، فاتي هيخرجوه. هذا فاتي دفعنا عليه وقلنا يقدر يلعب ويقدر يضيف، ولكن فاتي لحد الآن ضيف ثقيل في الهجوم الكتالوني. هذه هي وقت تكون اقوى وما تجسمش تفوقك على كوره ممكن تتقلب المباراه. كلايفرت يلعب كوره ممتازه للفرنس جمهور الميستايا. تمشي كوره في التوزيع بالراس، هذه كوره وفرصه وخطيره جدا، وضاعت الكوره، ضاعت الى ركنيه. يدخل الدفاع قدام ليفاندوفسكي. كرة ديونغ، ديونغ يعمل الكروس حلوة، ديمبلي جدا ملعوبة، ماركوس الونسو وتجدد صعبة جدا عن طريق فرانكي ديونغ. كان عنده حلين والشوط من الحلول لجوردي ألبا، هذه خطيرة والكرة على القائم الليفا، ما زالت الإمكانية والهدف يضيع. كرة بالراس أحلى كرات البارسا، أفضل انطلاقات وأول 0-0 مع كونتر أتاك تاع 1-0. الدفاع موجود والحكم في خطأ وبينظر، ورقة صفراء على دفاعات برشلونة. تتلعب كرة بالراس، ترجع بالراس خطيرة جدا، كل ما لعب بسرعة برشلونة. شوف كرة ترجع لوانسو فاتي، محاولة من فاتي، شوت كرة ضعيفة، محاولة ديما قلت فاتي لعب ممتاز، تنقص شوية اللمسة الأخيرة الفينش. لازم يلعب اللاعب هذا باستمرار.
كوس خطيرة ملعوبة وفرصة الهدف الأول لعل في أخير والهدف الأول لفالنسيا. 1-0 فالنسيا. 1-0 ماذا هناك؟ 1-0 لا ليس هناك أي حالة. النتيجة تتغير في الميستايا. سامويل لينو جول مع احتجاج كاتالوني. هناك عملية دفع، عملية حجز. بيدري هذه اختيرة الكروس التوزيع على اللمسة الأولى يا بيدري. ترويض ضيع المحاولة وخطورتها للبارسا. كرة أخرى خطيرة أندري خطيرة وممتازة. أندري صعبة وماركوس ألونسو هنا خطيرة. فاتي ويضيع مرة أخرى فرصة. مرة أخرى يضيع أنسو فاتي جول. أنسو فاتي يعمل كل شيء، يهرب من رقابة كوريا وسلل. فما ماركوس أندري يلعب كرة خطيرة ولوفسكي يتصرف يوصل كرة رافينيا عاود له الران. فران جدا فوكي والدفاع والحارس اشتغل. كرة من بيدري والتماس. كرة طويلة هذا جافي والركنة لينو فينو ولكن الحارس موجود اشتغل. جافي وبيدري الثنائي الصاعد والكرة ضاعت. ما تحكمش في الكرة جافي، كانت كرة المباراة. ديونغ ليفاندوفسكي ويرجع الحكم على خطأ لنادي فالنسيا. فاول ضد لعب الكرة خطيرة توزيع قريب. رافينيا والهدف الأول. الفرق الكبيرة ما تقفش. ليفاندوفسكي جول. 1-0 ليفاندوفسكي. 1-0 البارسا. هدف قاتل بعادات وذكريات الكتالوني.